لا فقرتنا التالية. شو في جديد مع مروان حيدر الخبير الزراعي اللي بيطلع علينا مثل كل يوم بقصص حلوة وجديدة؟ لنشوف شو عنا اليوم. رجع بونجور بابا مروان. نويل، بونجور بونجور اوه مروان. كترانين الخضريات اليوم، يعني مروان بنحط لك دهن اصطناعي وشعرك نرش هيك لك شعرك ابيض ابيض وخلص، خلص. ما بدنا اكثر من هيك. عوافي، عويتو يعطيك العافية. سعيد. يعني شخص بابا نويل نازل معك على الأرض بشي حلقة. رح معي. مش غلط مش غلط، موجود حامل باقة بقدونس كمان. شو عندنا لليوم؟ يوم عندنا كذا سلة منوعة جديدة. رح نبلش بسلة الفتوش اللي مثل العادة الكل بحبوها، هي بقلي، روكا، زعتر، نعنع وبقدونس وخيار وبندورة وبصل. يوم زايدين الاصناف لانه وفقنا بفشل ترتب من هنا عميق. نعم. فيها 2 كيلو تفاح كمان مثل ما بنذكر دائما ب 10,000 كيلو، تفاحات غير شكل ثقيل كثير. بس بدي اقول لك شغله اجتني هلا من بعض المشاهدين، شكرا على الكيوي اللي بعث لنا اياهم امبارح مروان، عن جد انت بي الفقير، هيك كاتبين لي. يعني 15 حبه ب 10,000 ما حدا عاملها اكيد، يعني وين بعد في منه. يعني اذا بيعرفوا فيك بعض شو اسمه بتروح فيها يا معطر. يلا ايه انت فيقن بي مطولهم الظهر، مش لاطين كلامه هن. بس مروان قد ما عنده رحمه بقلبه قد ما حب اللبنانيه عم يشغل بهالطريقه. برافو مروان. سلة لوبي بدرية مع بندورة وبصل وحر وبقدونس. عندنا سلة حلوة اليوم كثير، هي بطاطا حمراء بس أحمر مش أبيض، هي نوعية طيبة كثير، هي الشوي مع كستنا ومع بطاطا للشوي. هاي في منها كميات، لان رح تطلب هلا صرنا بالويك اند، في منها كميات. حيكون بنبلش بنص كيلو كستنا ببطاطا حمراء وببطاطا للشوي. منيح هي دي ب 10,000. بتعرفوا قد ايه كيلو الكستنا بالسوق؟ اكيد حدث ولا حرج. عندنا باذنجان المدعبل مع بقدونس مع حر مع بصل مع بندوره. اليوم عندنا 11 سله بدنا نطول عليها. وعندنا سلة التبولة اللي فيها الوزة بتقول لها دائما عبوا للخسة وزة مع البقدونسات اكيد مع بندورة وحر وبصل. وسلة سلق مع القيس مع بصل كمان مع حر. هيدي بالسقعة بتدفي البطن شوربة. ايه وعندنا كمان سلة الكوسة وبندورة وحر وبصل. كمان عندنا سلة ليمون ابو سرة الكبار وباذنجان حاطين معهم جزر، دائما بنحط جزر معهم. وفي عندنا سلة بطاطا مع شمندر مع بصل وسلة شمندر مع جزر مع بصل. رائع غير شكل. هلا عندنا سلة فينا هيك نوزعها لانه غالية اكيد ترخص للمستهلك يعني، بس اللي فيها زعفران. بس بحب اذكر انه الزعفران امبارح كان في عليه كثير طلب عنا، ميرسي للكل اللي اجوا اخذوا له. كل حدا عم ياخذ زعفران عم بيساعد مزارعين قليل بلبنان عم يزرعوا اكيد منها. وان شاء الله يا رب المستقبل تقوى، عم نجرب قد ما فينا نوعي شفت الفكره عن الزعفران مين ما كان في يزرعوا بمنطقه زراعه كثير حلوه، منا مكلفة مصاري، مكلفة بس شوية تعب شهر بالسنه. اذا حدا زرعها بيقدر يعمل بزنس، بيقدر يعمل منا مصلحة حلوة. وبنشجع الكل، كل اللي عنده أراضي ما عم يستثمرها يحط بصة هالزعفران وينسيها لحالها بترجع طعميه. فكرة حلوة حلوة. حدا بعده عم يسأل في كيوي اليوم؟ ما ضل عنا كيوي أبدا، رح نجرب. لو مروان كيوي راح. خير الله انجرام ميرسي هو ساعدنا كثير بالاسعار. فيتامين سي اصلا. اذا بعد في تفضلوا لعند مروان عبيت الزراعه، هو مستعد مثل المنتوجات يقدمون، بعثوا له اياهم مثل المنتوجات. نرجع نذكر انه مثل ما اعلنت امبارح في سله خاصه بالاعياد للمنتوجات بكلفتها. من تنين وطالع حيكون في سله فيها كذا صنف منتوجات بسعر اللي بحب يهديها او ياخذها على بيته اسعار كثير. احلى فكره هاي بهالايام، الهديه من هالنوع احسن شيء. فكره ايش من الناس اللي عم تشتري من عندنا؟ برافو. بيعملوا شيء خلينا نكون نهدي من عندنا، هيك هيك اسعار كثير حلو. حلو. اكيد رح نكفي فيها السله وتكون بتعبي العين، اللي عم ياخذها بيكون مبسوط فيها، واللي عم يهديها كمان بيكون عم يهدي شغله حلوه. بحب اذكر بالتليفون 03
00091 او على رقمي 0 0 0 1 0 0 1 0 يبعثوا لي واتساب برجع انا برد عليهم. فيهم يطلعوا على الفارم زونز لكل المنتجات اللي وراي، يعني كل شيء مخللات مربيات دبس اي شيء كل شيء الا الخضره. صحيح، فيهم يطلبوها من عنا او عن الفارم زون مثل العادي بيفوتوا على السايت بيطلبوها بلبنان وخارج. بدنا نقول للكل يلي عم يرجعوا لنا السلع، لانه عم فتر لنا جمعتين ما اشترينا سلع. برافو، شكرا، كبروا القلب. شكرا لك مروان حيدر، يعطيك الف عافيه، الى الملتقى.